أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2024 ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ارتفعت تكبيرات العيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية تأكيدا على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة عيد الأضحى حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. المشاركة في الأعياد وفي كل المناسبات هي أمر إلهي. فكرة إن إحنا طول عمرنا إخوات، طول عمرنا مع بعض، طول عمرنا بنفرح مع بعض. لفتة جميلة قوي إن مصر تعيد على آلاف النزلة وتقول لهم عيدوا النهاردة في بيوتكم، ويخرجوا من هنا بعد ما اتعلموا إزاي يعيشوا بطريقة أفضل من الأول، بعد ما تأهلوا جوه إزاي يطلعوا، عرفوا طريق الحلال، عرفوا الحرية تسوى إيه. هذه المشاركة التي يحرص إخواننا من الأقباط على آدائها ويحرصون على المجيء إلينا دوما، وذلك حالنا أيضا معهم. حينما تكون الأعياد نتبادل التهاني ونتبادل التحيات. جينا نعيد على أخواتنا المسلمين وبمناسبة العيد زي ما بيعملوا معنا على طول في كل عيد، وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو عمل لنا المنظومة الجديدة ديت، التأهيلات ديت فيها كنيسة والجامع وبنعيد مع بعض وبنفرح كلنا مع بعض. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم بهذه المناسبة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الإفراج عن 4199 نزيلا تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. احنا فرحانين جدا والعيد قاعدين ان احنا هنخرج نقضي العيد في وسط اولادنا. ربنا يخلينا وسط الرئيس عشان ادانا فرصه جديده ان احنا نبدا حياه جديده ونتغير. وانا داخل المكان دوت ما كانش معايا حرفه، لما دخلت اتعلمت الصنعه مش طبيعي، اتعلمت حرفه الترزي، بقيت اقعد على مكان خياطه، وان شاء الله لما اخرج باذن الله هبدا الحرفه دي، اشتغل في الصنعه دي وابدا حاجه جديده ان شاء الله اصرف بيها على بيتي وعلى نفسي. هنا اتعلمت صنعه ما كنتش ان انا احلم ان انا اتعلمها ولا عمري في حياتي كنت افكر ان انا اقعد على مكنه واشتغل ترزي والكلام ده، والحمد لله ما حدش اثر معانا. طبعا الف 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 شكر لسياده الرئيس. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اتاح لي الفرصه ان احضر عيد الاضحى مع اهلي واولادي، الحمد لله. دلوقتي ننسى اللي كان وبكره مليان الامان، بالصنعه دي هقدر اعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد الجميل واقدر اخد. خطوات جديدة يخطوها المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بفرحة كبيرة وإشادة بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد إليهم أبناءهم في أحضانهم، كما أشادوا بتغيير سلوكياتهم وما لمسوه من استعداد لبداية حياة جديدة. أشكرك يا سيادة الرئيس إن أخويا طلع بالسلامة الحمد لله، وعلى كل حاجة حلوة بتعملها لنا، نحمد ربنا يا رب. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمك. الحمد لله الحمد لله. ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إنه طلع أخويا بالسلامة، ألف شكر، لا تعداد والله. نشكر سيادة الرئيس اللي هو خرج ابن أولادنا كلها، مش ابني بس، أولادنا كلهم بالسلامة، وكل عام وهو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد بعد تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع.